السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب صف ثالث. أشتقت إليكم كثيرا، واليوم مع درس جديد أو استكمال لدرس المرة الماضية، أي عشين أقوى؟ ومع التدريبات، فهيا نبدأ على بركة الله. أولا أنمي لغتي. أنمي يعني أزيد من المفردات اللغوية التي أتعلمها من خلال وضع كلمة مكان كلمة أخرى، ولكن بنفس المعنى. انتبه معي، لابد أن نحافظ على سياق الجملة. أضع كلمة أو عبارة لها المعنى ذاته لما تحته خط. الجملة الأولى تقول: لقد أخذت مني الواجبات، لقد أخذت مني الواجبات وقتا وجهدا وتثبيتا. ما نريده الآن هو وضع كلمة أو عبارة مكان كلمة تثبيت. التثبيت، من يقول لي كلمة مكان كلمة تثبيت؟ تثبيت، أخذت مني الواجبات وقتا وجهدا وتثبيتا. التثبيت قد يكون مراجعة، نعم، قد يكون تركيز، نعم، أحسنتم، ممتاز. يبقى نكتب هنا تركيزا أو مراجعة. الجملة الثانية تقول: وتطعمهما إلى أن اشتد عودهما. هل هنا لهما عود يشتد؟ ما المقصود بالعود هنا؟ وما المقصود باشتد؟ نعم، العود هنا هو الجسم، واشتد أي كبر وقوي. يعني من الممكن أن نضع مكانها كبر جسمهما أو قوي جسمهما، فالإجابتين صحيحتين وهما بنفس المعنى ونفس السياق. الجملة الثالثة تقول: يجب أن تعول على نفسيكما. وهذه شرحناها في المرة الماضية أثناء الدرس، وقلنا تعول أي تعتمد. يبقى نضع هنا، نضع كلمة تعتمد على نفسيكما. الجملة الأخيرة تقول: سأبذل جهدي أو جهدي ليكون عشي قويا ومنيعا. نريد كلمة مكان منيعا. ما معنى منيعا؟ أن يقف في وجه العقبات، هو أيضا معنى قويا، نفس المعنى. ما هي المباني القوية؟ ماذا نسميها؟ نعم، نسميها قلعة أو حصنا. نعم، فنقول قد اخترنا هنا كلمة حصينا، حصينا قويا منيعا. السؤال الثاني: متى نستخدم العبارتين الآتيتين؟ العبارة الأولى في لمح البصر. لمح البصر، كلمة لمح البصر تدل على البطء أم السرعة أم النوم؟ بالتأكيد تدل على السرعة. حمدا لله على سلامتك. تهنئة أم تحية أم ندم؟ بالتأكيد هي تهنئة بسلامة الوصول. رقم ثلاثة: أكتب جملة من إنشائي تبدأ هكذا. لا تقلقي يا أمي، لا تقلقي يا أمي. ما الواجب علينا يا أطفالي؟ يا أعزائي، نحن ما وظيفتنا؟ هي المذاكرة والاجتهاد. بالتأكيد سأبذل جهدي حتى أكون الأول، فأنا الممتاز في الدرس، أنا الممتاز. تتذكرون هذه، أنا الممتاز في الدرس. من الممتاز؟ أنا، أنا الممتاز في الدرس. سأبذل جهدي في المذاكرة لأكون الأول. ننتقل إلى الجزء الثاني أو ثانيا. أجيب:
أعيد كتابة المشهدين الأول والثاني بطريقة الحوار. في الأول كان الجد يقول وينادي على حفيديه سامر وماهر ويسألهما عن هل أنهيا الواجبات أم لا. فقال الجد: سامر، ماهر، هل أنهيتم الواجبات؟ بما رد ماهر عليه، رد ماهر قال: معذرة يا جدي على تأخري لحضور مجلسك، لقد أخذت مني الواجبات وقتا وجهدا وتثبيتا، وأنا جاهز الآن. أما سامر المتعجل السريع الذي لا يخطط الذي لا يتقن عمله، فقال: نعم يا جدي، كل شيء على ما يرام، أنهيتها في 5 دقائق فقط، ما رأيك؟ هنا الجد عندما وجد التناقض أو الاختلاف بين الحفيدين أراد أن ينبههما إلى إتقان العمل والاعتماد على النفس والتخطيط السليم لأي شيء، فقال لهما: سأحكي لكم حكاية. فقال: سأروي لكم اليوم حكاية وأرجو أن تفهم مغزاها. وقلنا المغزى الهدف من ورائها. يا حفيدي العزيزين، إنها حكاية عصفورين وأمهما بالتأكيد. ماهر وسامر بالتأكيد فرح بذلك وقال: مرحى مرحى، وهو أسلوب على الفرحة بما عرضه عليهم الجد. عندي سؤال هنا أتعمق، يقول لي لا لسه ما أتينا إلى أتعمق الآن، لا ما زلنا في أجيب. السؤال يقول: في الشريط المصور، من يتذكر معي كم مشهدا قرأنا؟ نعم، 18 مشهدا، 18 مشهدا. كان في حكايتان، حكاية الجد والحفيدين، حكاية الجد والحفيدين، وحكاية من؟ نعم، عصرة الأم و ولديها أو وفرخيها الصغيرين سقسق وشقشق، سقسق وشقشق، سقسق سقسق الذي كان متقن عمله، أما شقشق فهو المتعجل، وسقسق يشبه من؟ ماهر، أما شقشق يشبه من؟ سامر، نعم متعجل. انتقل، انظر في المشاهد ثم احدد الشخصيات في الشريط المصور بدون ان انظر، هو وضع لي مفتاحا في كل من المشاهد. في المشهد الاول والثاني والثالث والثامن عشر قال لي الشخصيات: اولا الجد، من كان مع الجد؟ ها تذكر معي، هل كان معه سقسق ام شقشق ام الام؟ ولا واحد منهم بالتأكيد، انما كان معه من؟ نعم الولدان سامر وماهر، سامر وماهر. أما الأم العصفورة فكان معها فرخيها وليديها، هم كان شبيه سامر من؟ شقشق، نعم، وكان شبيه ماهر المتقن هو سقسق بالتأكيد. السؤال رقم 4 يقول: أصل بخط بين شخصيات الحكاية الأولى ومن يشبهها من شخصيات الحكاية الثانية، هذا تكرار للتشابه. ما الذي كان يشبه الأم العصفورة؟ بالتأكيد الجد الذي كان ينصح الحفيدين ويعلمهما، وكذلك الأم العصفورة كانت تعلم ولديها الاعتماد على النفس. شقشق، شقشق هل كان المتعجل أم كان المتقن المخطط؟ كان شقشق هو بالتأكيد المتعجل، فلذلك هو يشبه سامر، نعم. أما سقسق المتقن لعمله المخطط الذي أراد أن يكون عشه هو العش الأقوى، فهو يشبه ماهر الذي أخذت منه واجبات وقتا كبيرا في الإنجاز. عندي هنا أنتقل إلى أتعمق، وأتعمق هنا أول سؤال عندي: ما هو وجه الشبه ما بين كل من سامر وشقشق وماهر وسقسق؟ سامر
وشقشق متعجلا لا يخططان العمل، أما ماهر وسقسق فإنهما ينجز العمل على أكمل وجه ويعطيان كل عمل حقه من الوقت والتخطيط، لذلك فإن عمل سامر ينتهي بسرعة بلا فائدة. أما ماهر وسقسق فإن عملهما يبقى وقتا طويلا محفوظا عندهما ويتمتعان بذلك العمل فترة طويلة لأنهما قد اجتهد في إنجازه. نعم، هنا يقول لي اكتشف الأخطاء الثلاثة التي وقع فيها شقشق في بناء العش. أولا، لم يحسن اختيار المكان. لماذا؟ لأنه اختار مكان ساق متدلي، متدلي يعني يهتز بسهولة ليس ثابتا. ما الخطأ الثاني؟ الخطأ الثاني أنه نعم تسرع في البناء، تسرع في البناء، كان يحب أن ينهي بسرعة فقط دون إتقان، دون إتقان تسرع في البناء، وعندما تسرع في البناء فإنه لم يأخذ حقه، بل إنه أهمل في البناء، فقد بنى العش فقط بالقش، يقتصر فقط على القش في بناء العش. أما سقسق الذي نجح في بناء عشه فماذا فعل عكس ما فعل شقشق؟ أولا، أحسن اختيار المكان. كيف؟ من يذكرني؟ نعم، إنه اختار مكانا على غصن شجرة بجوار الجذع. لماذا؟ لأنه قوي لا يهتز بسهولة، فلا تحرك الرياح ولا الأمطار. نعم، أحسن الاختيار. ثانيا، هل تسرع في البناء؟ لم يتسرع في البناء، ولكن أعطاه حقه في البناء، تأنى في البناء. ثالثا، هل اكتفى فقط بالقش؟ لا لا، قال إن القش والأغصان الصغيرة لا تكفي لأن يكون العش قويا منيعا حصينا، لابد أن أخلط عليه ماذا؟ ماذا تذكر معي؟ الطين. نعم، الطين والرطب، الطين الرطب المبلل ليصبح العش متينا. ننتقل للتدريب التالي. ما الدرس الذي تعلمته من الحكاية؟ بالتأكيد تعلمنا التخطيط قبل العمل، التفكير قبل أن أعمل، أفكر. ماذا أيضا؟ الاعتماد على النفس. نعم، ماذا أيضا؟ بذل مجهود أكبر. ماذا أيضا؟ إتقان العمل. كل هذا تعلمناه من العصفور، من سقسق. نعم، والتلميذ أو الطالب من؟ ماهر. أحسنتم. الذي تعلمناه هو عدم التسرع في إنجاز الأعمال والتخطيط قبل التنفيذ وإتقان العمل طبقا للحكمة التي تقول في التأني السلامة، وفي العجلة، العجلة هي السرعة، الندامة التأني، والتمهل في إنجاز الأعمال. لن ننجز أعمالنا بسرعة حتى لا تكون بدون فائدة. وفي العجلة الندامة، علينا أن نخطط في أعمالنا قبل أن نبدأ العمل، علينا أن نخطط أولا ماذا سنفعل، ماذا سنفعل. هذا ما تعلمناه من هذه الحكاية. رابعا، أبدي رأيي، ونحن نترك لكم أن تبدوا رأيكم في هذه الحكاية. أمثل مع اثنين من زملائي مشاهد أعجبتني من الشريط المصور. أعتقد أننا طلبنا ذلك، أن تمثل الحكاية في البيت مع والديك أو إخوتك. أي شخصيات أعجبتك ولماذا؟ نعم، بالتأكيد أول من سيأتي على أذهاننا هو سامر. نعم، والعصفور سقسق. نعم، أحسنتما، لأنهما شابان في ماذا؟ في إتقان العمل، في التخطيط، تكررت معنا كثيرا. هل أيضا شخصيات أخرى أعجبتكما؟ هل هناك شخصيات أعجبتكم أيضا؟ ركز. نعم، أول شخصية عندي كانت الجد الذي يحكي الحكايات المسلية المفيدة. قال لهما أريد أن تفهما مغزاها. المغزى هو الهدف، ليس فقط عندما أقرأ قصة أو كتابا مسلية أتسلى فقط،
وعندما أشاهد فيلما أتسلى فقط. لا لا، ولا بد لا بد لا بد لا بد تلميذي أو تلميذتي العزيزة، أبنائي الأعزاء، لا بد علينا أن نتعلم. فنحن نستمتع ونتعلم أيضا في كل وقت وفي كل حين. أجد أعجبني، من أيضا أعجبنا؟ الأم العصفورة. الأم العصفورة، لماذا أعجبتنا الأم العصفورة؟ لأنها أرادت أن يعتمد ولديها أو فرخيها على نفسيهما، وطلبت منهما أن يبني كل منهما لنفسه عشا. ولاحظ أنها قالت لهما ماذا؟ لا تبتعدا عني كثيرا، فيتخاف عليهما. وأيضا لم تتركهما فقط، ولكن أشرفت على ذلك وذهبت إلى كل منهما وقالت له: لماذا اخترت هذا المكان؟ كيف بنيته؟ أترى هذا أن هذا العش عشا قويا؟ هل هذا العش يقف في وجه الأمطار والرياح؟ فالأم أكدت على ولديها الصغيرين: هيا إلى وقت اللعب، نلعب ونستمتع. لعبة شيقة، هل سننجح فيها؟ أنا جربتها وكانت مضحكة كثيرة. هيا نبدأ فيها، هيا نبدأ بسم الله. أختبر طلاقتي اللغوية، أضع النقاط على الحروف في الكلمات الآتية لأحصل على جملة مفيدة. هيا نبدأ. ساوي على سا نختار كلمات هنا من النشيد، من النص، من الحكاية، من الشريط المصور. هيا نتذكر معا. عندي بالتأكيد هنا إما شقشق أو صقصق، كلمتان هنا الحال. قد يكون هذه الكلمة ها سين أم شين، وهذه قاف بالتأكيد ليست فاء. شكلها قاف، شكلها قاف، أما الفاء فهي تمشي على السطر. نعم، فهذه قاف. طب هل سقة ولا شقة؟ شقة بالتأكيد، يبقى هنا شين شقة، على ما فيها مشكلة، على نقط حال من؟ من الذي كان حاله صعبا؟ شقشق، نعم، يبقى هنا شق على سق، سق، حال شق، شق، ها كده، هكذا قد وضعنا النقاط في مكانها. صحيح، شق على سقسق، حال شقشق. ولكن هل انتهينا من هذه اللعبة؟ ماذا لعبنا؟ لم نلعب بعد. اللعبة ستأتي الآن. يقول لي: أكرر الجملة السابقة 5 مرات بشكل متتال بدون توقف، ثم أقيم ذاتي، أختار أحد هذه الوجوه. هيا نبدأ معا، سأجرب معكم لعلي أفلح فيها. هيا: شق على سقسق، حال شقشق، شق، شق على سقسق، حال شقشق، 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 شقشق. اتلخبطت، أخطأت أنا في الرابعة، أخطأت في الرابعة، أخطأت في الرابعة. شق على سقسق، حال شقشق، أخطأت أنا في الرابعة. قلت 4 صحيحة و1 خطأ، فعندي كيف أقيم نفسي؟ أنا سأعطي لنفسي وجها مبتسما. جربوا أيضا أنتم معي، وكل منكم يعطي نفسي وجها. وأعتقد أنها لعبة جميلة مسلية نختبر فيها طلاقتنا اللغوية، كما اختبرنا من قبل ذاكرتنا السمعية. هل تتذكرون الاختبار السابق؟ كان اختبارا أيضا شيقا. أرجو أن تستمتعوا دائما بما تتعلمون، لأننا نتعلم ونستمتع في ذات الوقت. وإلى أن نلتقي في درس جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.